بالنسبة بقى لحمد النجاز، هرب ازاي او استقبلته خبر هروبه ازاي؟ بص، حمدي كان بيبلغ يعني ان هو في مشاكل في موضوع العقد بتاعه، ويمكن خد بالك على خلفية الموضوع ده اعتقد مشي المسؤول عن العقود في نادي الزمالك. انا مش مصدق الموضوع ان هو يعني عنده مشكلة في موضوع العقود وكده، وفعلا يعني الموضوع حصل وعادي. يعني فكره ان اللعيب يهرب او يمشي او كده انا اشوف ان هو عادي، يعني زي بالظبط انا بتعامل مع الامور دي انه عادي، يعني حتى لو اللعيب مش عايز يلعب برضه انا بالنسبه لي عادي اقعد. يعني طب مش شايفها اهانه للفريق؟ لا خالص، يعني بتحصل في كل الاماكن. لعيب محترف ممكن يبقى عنده مشاكل في موضوع الماديات او العقد بتاعه، او زي ما نادي الزمالك كان بيقول ان الموضوع مش صحيح، لعيب ما باخدش فلوسه فهيمشي. خد بالك احنا بس اوقات كتير جدا بنخلط الامور، محترف هو جاي عشان خاطر موضوع فلوس، مش فلوس هيمشي، لان هو جاي عشان كده بس، وهو ده اللي حصل. ممكن يكون كان عنده مشكله في الفلوس فمشي يعني. حاولت تتكلم معاه وتتواصل معاه؟ لا، ما مش هتدخل في حاجات زي كده، انا راجل مدير فن، يعني سواء مدرب او حاجه ليها خص بالكوره ما بتدخلش في الحاجات الخاصه باللاعب، سواء على مستوى العقود. وده العالم كله بيشتغل كده، احنا ساعات بنبقى يعني عايزين المدير الفني يدخل او المدرب يدخل ان هو يتكلم مع لعيب في حاجه تخص الفلوس. يعني بشوف ان المفروض ده ما يحصلش. يعني بالنسبه لفتره تواجدك مع كارترون، كان موجود فرجاني ساسي، وفرجاني ساسي هرب، جماهير الزمالك شايفاه اللي هو هرب من الفريق وما استناش لفتره القيد. شايف مع عوده فرجاني ساسي مره اخرى للزمالك، شايف اللي هو لا؟ بص، هرجع لك للنقطه الاولانيه تاني. جماهير الزمالك شويه عاطفيه جدا، يعني بيبقى في خلط دايما اللعيب ده مننا وزملكاوي، ده اي لعيب هيجي له ماده اعلى، اي لعيب بيلعب عندك في الدرجه الاولى عنده فلوس اكتر هيسيبك وهيمشي. انا موضوع ان فرجاني يمشي او يقعد هو في النهايه ده قراره وهو حر فيه، وفكره ان انت بتسيب نادي الزمالك يعني ده امر لازم الناس تبقى متقبله ليه. هو المشكله ان الزمالك ما كانش مستعد ان هو يبني او يشتغل على موضوع ان في لعيب تاني موجود في مكان فرجاني، ودي مشكله احنا بنعاني منها بشكل كبير جدا على مدار الفتره اللي فاتت. الزمالك لازم يجهز نفسه بشكل كبير جدا على انه اجيال هتبتدي تسلم اجيال، ولازم يحط تحت اللعيبه المهمه لعيبه تبتدي تشتغل او تاخد الرايه منهم بشكل كبير. موضوع قفل القيد اثر على وظهر دور فرجاني بشكل كبير جدا، وهو كان ليه دور فعلا، هو كان لعيب كبير جوه الفريق. موضوع رجوعه هو احتياج الفريق، يعني انا لو راجل مدير فني هقارنه بلعيبه تانية هقدر استفاد منها ولا لا، وده هيبقى راجع. انا مش شايف ان حصار الاسماء يبقى موضوع في ان اللعيب يسيبك وبعد كده تبتدي ترجعه، ومدرب يسيبك وبعد كده تبتدي ترجعه. تجربه مختلفه والاجواء مختلفه وكل حاجه مختلفه، كل ولايه يعني. كارتيرون على الولايه الاولى مش زي الولايه الثانيه، فيريرا ممكن الولايه الاولى ما تبقاش زي الولايه الثانيه، وهكذا يعني. فكل لعيب يعني انجز معاك فتره مش شرط تبقى الفتره الثانيه بتاعته فيها نجاح او فيها حاجه كبيره. يعني اشرف بن شرقي، ان انت موجود في الجهاز، شايف ان اشرف بن شرقي هو ده اشرف بن شرقي اللي جاي الزمالك اول ما جه؟ يعني شايف هو ده نفس قيمه اشرف بن شرقي؟ والله السؤال ده انا عايز اساله لاشرف نفسه. انت راجل كنت مستقر جوه الفريق وبتلعب في منتخب المغرب والدنيا بالنسبه لك كويسه، الناس كلها بتتكلم عليك، هو اللي دخل نفسه في خانه صعبه جدا. وانا من الناس اللي بتحب اشرف جدا جدا، شخصيه طيبه يعني، شخصيه كويسه جدا، وهو كان لازم يفكر بشكل كبير جدا ان هو كان لازم يحسم موضوع عقده. ولو ما كان كنت هعمل ده، كنت هختار النادي اللي انا خلاص هتفق ان انا اشتغل معاه. وانا كان بالنسبه لي لو انا كان لعيب وكنت مكانه كنت هشتغل مع الزمالك، لان اشرف كان جاي من مرحله صعبه جدا. اشرف كان بعيد خالص، كان جاي من السعوديه بعيد خالص زيه وزي ساسي. ففكره ان نادي الزمالك يوصله للمرحله دي كان لازم يدي للنادي دور. كلنا بنعيش التجارب دي وكلنا بنشوفها، ولازم اختيارنا يبقى محسوم عشان خاطر دماغنا ما تبتديش تقلل مننا زي ما هو حاصل. يعني كمستوى فني شايف اللي هو يجدد ولا لا؟ طبعا اشرف بن شرقي لازم يتحافظ عليه، ولازم ان كان هو عنده نفس الرغبه اللي عند النادي من اللعيبه اللي على المستوى، مش بقول كده عشان خاطر هو كويس الماتشين اللي فاتوا، لو هو ما عندوش الرغبه خلاص، حتى لو هو هيفيدني فنيا يعني ما ابتديش. الناس بتقدم عروض، العرض ده هو المناسب ليك في النادي، لكن ما ينفعش يبتدي الضغط عليك علشان خاطر ازود فلوس، علشان خاطر ابتدي، لان ده بيبوظ اوضه اللبس وبيعمل مشاكل كتيره جوه الفريق، وده بسبب من اسباب المشاكل اللي كانت موجوده في الفرقه في الفتره اللي فاتت. فانت عندك عرض وهو موافق عليه فنيا يفيد الفريق طبعا بشكل كبير جدا.